سيادنا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم كالعادة قناة مشارع المغرب مع أخوكم سي محمد، يأتي لكم بالأخبار والمسرات والأفراح وكل ما هو جديد، لكن بشرط أن يكون جميل كجمال قلوبكم. واليوم إن شاء الله غادي نخليكم مع مشاهد أسطورية ومشاهد تحبس الأنفاس، مشاهد الفنون والسفر عبر أثير ضفتي أبي رقراق. نعم مشاهدين الكرام، مهرجان فنون السيرك والسفر المنظم من طرف قراصنة سلا، النسخة 10 لعام 2024 والمنظمة تحت عنوان المستقبل قادم، تفاءلوا بالخير. وسبحان الله، فعنوان هذه النسخة يقول المستقبل قديم، وهذا هو شعار قناة مشاريع المغرب، تفاءلوا بالخير تجدوا. دائما كنجيب لكم كل ما هو جميل كجمال قلوبكم، كل ما هو يدخل الفرحة والسرور ما شاء الله. فضفتي أبي رقراق يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة تعطينا وتبرهن على أنها قادمة بمشاريع تنموية، سواء ترفيهية وسياحية ورياضية والاستعراضية اللي غادي نشوفه اليوم. ناهيك عن الضفة إن شاء الله، لا السلوية ولا الضفة الرباطية، مشاهد بانورامية لتقدم وازدهار حضارة ضفتي أبي رقراق. شكرا لقراصنة سلا، شكرا لكل من يساهم في تقدم وازدهار المملكة. إمضاء سي محمد صاحب قناة مشاريع المغرب، ونخليكم مع هاد الفرجة الرائعة. وما تنسوش تعطيوا لهاد الناس كلمة تعبيرية قراصنة سلا، لايك للمحتوى ولايك لهاد الناس وهاد الشابات والشباب اللي كيقدموا لنا فرجة رياضية لا تخلو من خطورة ومغامرة وكتحتاج لتدريب، فرجة ممتعة. إلى اللقاء يا أصدقاء على ضفتي أبي رقراق.